مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموت. عدوا هذا من أعظم الأمور التي تعين العبد على تزكية نفسه وأصلاحه. حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال كلاما معناه: لو غفلت عن أو لو غفل قلبي عن الموت لخشيت أن يهلك علي قلبي أو يفسد علي قلبي. فذكر الموت صلاح للعبد، ذكر الموت وتذكير نفسه بالموت صلاح له بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة وأخذه إلى القبور وقال: انظر، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل غير الذي أنا أعمله الآن. قال: أنت الآن فيما تتمنى اعمل قبل أن يصبح الأمر مجرد ماذا؟ أمنية. فيقول رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى، تذكروا هادم اللذات.